تعال نشوف. هو كده احنا ما عملناش اي حاجة بين احنا كريتنا الفولدر بتاع البروجكت. هو بيقول لك في البلان بتاعه ان هو يكريت اندكس دوت اتش تي ام ال والستات دوت سي اس اس والجافا سكريبت. السلام عليكم. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي ممكن نكريت او نصمم برنامج او لعبة او ابليكيشن بأي لغة برمجة، وما كنتش انا اصلا دارس لغات برمجة، من خلال الـ AI Copilot Coding. اول حاجة هنحتاجها عندنا على الجهاز الـ Visual Studio Code. Visual Studio Code وده الموقع الرسمي بتاعه، وهو اصلا اوبن سورس يعني فري، حتى كده داونلود فور ويندوز. هو اصلا اوريدي متسطب عندي على الجهاز. بعد ما بتسطب بيبقى بالشكل دوت. هنكريت احنا نيو بروجكت مثلا، هسميه يا عمر مثلا، نفتح اوبن وسكود. كده احنا دخلنا على البروجكت تراست. يس. ازاي بقى احنا هنصمم من غير ما نكون احنا عندنا اصلا لغات برمجة او متعلمين برمجة؟ نخش على الاكستنشنز. في كوبايلوت كودينج جديد اسمه بلاك بوكس. بلاك بوكس هو ده. نعمل وين ستور. تمام، هو كده اكستنشن نزل عندنا على الجهاز. يلا بينا نجرب الاكستنشن. اول حاجة نبدأ بحاجات بسيطة. كريت بروفيشنال كالكوليتر ويب مودرن UI and UX design. تعال نشوف. هو كده احنا ما عملناش اي حاجة بين احنا كريتنا الفولدر بتاع البروجكت. هو بيقول لك في البلان بتاعه ان هو هيكريت اندكس دوت اتش تي ام ال والستات دوت سي اس اس والجافا سكريبت والتكسيب. هو كده كريت اول ملف. هو بيعمل كل حاجة، هو بيكريت الكود وبيضيفه وبيعدل وبيجرب، ولو في مشكلة بيرجع يعيد الكود تاني. احنا بنتك سيف بس. هو كده بيقول لك انا خلاص خلصت البروجكت. طب هنيجي يعني نجرب البروجكت دوت اللي احنا عملناه. خش على الكالكوليتر، خش على الاندكس زي ما احنا شايفين اهو، هتعملوا بمنظر جميل. نجرب نشوف الابليكيشن فانكشن شغالة. 4 × 2 = 8. تاني كان في ناس بتقعد يوم كامل عشان تصمم برنامج زي كده. طيب نصعب عليه الليفل شوية، نخليه يصمم حاجة أصعب شوية، أو نطلب منه تعديلات جديدة. نقول له مثلا look it with a dark mode and name it Omar calculator. أنا بقول له خليها في الدارك مود، خليها في الوضع الظلام، وسميها عمر. سيف يعني. انا بوصل لكم الموضوع بقى سهل لدرجة ايه يعني. سيف. هو بيقول لك هو خلص التاسك خلاص.
وعمل اللي احنا قلنا له عليه. طيب نيجي نشوف اللي هو عمل، هل فعلا نفذ الكلام؟ بس ما سميهاش عمر، يعني هو عمل الدارك مود بس ما سميهاش عمر. في مين بيساوي؟ طب نرجع نسأله فين؟ اه ده عمل التايتل عمر كالكوليتر. لا احنا عايزينه اتش ون ميك عمر كان از اتش ون وسمى الابليكيشن كله عمر كالكوليتر. لا انا عايزه كعنوان. هو صح. طب تعالى نشوف الـ change اللي عملها. بصراحة حاجة جميلة جدا. خلاص على نفس المثال ان احنا نقدر خلاص نكريت اي حاجة او نعمل اي حاجة او نعدل على اي حاجة بمجرد ان انا بكتب له ان انا محتاج اتصل مني كذا كذا كذا. هو بينشئ الملفات وهو بيرنها، ولو لقى فيها مشكلة بيعيد الكود تاني. فالموضوع بقى ابسط بكتير. اسم الكوبايلوت كود اسمه بلاك بوكس اكستنشن، بكتب بلاك بوكس. هو لسه جديد على فكرة، هي النسخة بتاعته لسه نازلة. بس ولو في اي حاجة